ومما يندرج تحت حكم الرشوة التزوير. بعض الناس يزور بقلم، بكتابة، بكلام، تزور داخل، لأن فيه إحقاقا لباطل وإبطالا لحق، وفيه كذب وفيه تدليس. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال كما في الصحيحين من حديث أنس وحديث أبي بكرة لما عد الكبائر؟ قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ بأكبر الكبائر، الكبائر درجات، يعني هناك ما هو أعظم. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ذكر منها قول الزور. قول الزور، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند النسائي من حديث معاوية رضي الله عنه نهى عن الزور، كلمة عامة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند النسائي من حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال: أيما امرأة زادت في شعرها ما ليس منه فإنه زور تزيد فيه، مجرد شعر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وفي حديث جابر عند أبي داود والترمذي: من تحلى بما لم يعطى فهو كلابس ثوبي زور. انتبه إلى هذا الحديث. بعض الناس ربما يفتح له صفحة في التويتر وهو جاهل فيقول: أنا طالب علم، ويكتب أنا طالب علم. أو بعضهم قد يكون طالب علم ويقول: أنا من العلماء المتبحرين، يظهر للناس من أنه كذا وكذا. أو ربما يقول: أنا الدكتور الفلاني، وهو ليس بدكتور. أسماء، يمكن الإنسان أن يصف نفسه بأسماء. فالمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور.